السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة التعليم المتطور. النهاردة هنبدأ كورس جديد في الرياضيات السنغافوري، وهو الصف الثاني الابتدائي. في المنهج ده هنراجع على الحاجات اللي خدناها السنين اللي فاتت في كيجي وأولى، وهنبدأ ناخد حاجات جديدة. فأول وحدة معانا هو هيراجع على الشغل اللي احنا أخدناه قبل كده، من الأرقام من 1 لـ10 هيبقى فيها شوية مصطلحات كتير أخدناها وعرفناها، هيلمها كلها مع بعض. وهناخد التاني في مكونات الأعداد، والجمع حط 10 والطرح حط 10، الأشكال والنمط، ترتيب الأعداد، الأرقام من 1 لـ20، والجمع والطرح 20، والأشكال. هما 19 وحدة، هناخد 9 الترم الأول و10 الترم التاني. المنهج بيدينا أسس نفهم بيها الرياضيات، واللي اشتغل معانا في القناة في كيجي وفي أولى هنكمل الشغل اللي احنا خدناه بطريقة فهم الرياضيات، بحيث ان هي تبقى سهلة واحنا بنستخدمها، مش تكون حاجة صعبة بتحتاج حفظ او كلكعة واحنا بنشتغل. في الفيديو النهاردة هنتعلم من العدد 1 إلى 10 ازاي نكتب الارقام ونقرأها، ازاي نطابق الارقام مع الكلمات، ومقارنة وترتيب الارقام في المكان الصحيح، وتكملة النمط. تعالوا نبدأ مع بعض كده بالراحة خالص، ونراجع واحدة واحدة على اللي احنا خدناه. الرقم ده ايه؟ رقم 1 دي ناخد بالنا من شكله واسمه، رقم 2، رقم 2، رقم 3، رقم 4، رقم 5، رقم 6، رقم 7 اللي بعده، رقم 8 اللي بعده، رقم 9، واللي بعده رقم ايه؟ اللي بعده رقم 10. لا، اللي بعده العدد 10، لكن تعالوا هنا في رقم اسمه 0، محدش اتكلم عنه. طب انتي عمالة تقولي رقم رقم رقم، ايه موضوع الرقم وانا عارف ان هي اسمها اعداد؟ الارقام اللي عندنا والاعداد ايه الفرق ما بينهم؟ الرقم هو اسم الايه؟ العدد اللي عندنا، يعني العدد زي اسمه 4، فهو شكله 4 واسمه 4 بالحروف والارقام. اما قيمته بتساوي 4، يبقى العدد قيمته، اما الرقم باسمه. خلاص، دي حاجة هناخدها كمقدمة لبعد كده قدام. المطلوب مننا نفهم الموضوع ده او الجدول ده، هنحفظه ازاي او نفهمه ازاي؟ هنفهم الجدول ده ازاي؟ عن طريق ان احنا نجيب عندنا مكعبات، ومش هينفع نفهم الرياضيات غير لما نطبقها بأنشطة قدامنا. يا اما نجيب فوم ونقطعه، يا عندنا مكعبات نبدأ نكتب، وهنكتب مش هنشتغل نشاط بس، هنعمل الجدول دون ونبدأ نكتب 1 اللي هو شكله كده، وقيمته اللي هي 1 بس او حاجة واحدة بس، وهنبدأ نعمل كل قيمة لكل رقم علشان نفهم عدد الرقم ده عدده ايه، او العدد القيمة بتاعته ايه. لحد كده احنا بنراجع على شغلنا. طب انا باخد ده ليه؟ علشان عيني هتتعود على ان من 1 لحد 10 بيبدأ يحصل ايه؟ يزيد، بيزيد. شايفين؟ ها حصل زي السلم اهو، انا عندي كان 1 بقوا 2 بقوا 3، بتبدأ تزيد القيمة. زيادة الأعداد بتزود معاها القيمة بتاعة العدد ده. طيب هنبدأ نطبق الشغل اللي احنا خدناه بأنواع كتير من الشيتات أو الأفكار اللي موجودة عندنا. أول حاجة أنا عايزة أثبت الرقم وشكله بالحروف، أو إزاي أكتبه بالحروف. فأنا معايا هنا الشيت دون، او اول ورقة معايا، انا محتاجة ان انا اعمل عد، يعني اعد دول قد ايه،
واكتب الرقم والاسم بالحروف. هنحل حاجة واحدة من كل شيت علشان نعرف الغرض منها. على سبيل المثال 1 2 3 4، يبقى الرقم معايا ها رقم 4. الاسم بالحروف يعني اكتبه بالحروف، ولازم نشتغل ونكتب علشان نتعود على الكتابة بتاعتنا، عشان ايدينا تاخد خلاص بقى احنا كبرنا ولازم نعرف نكتب الارقام. خلاص يبقى 4 هو قيمة الايه الاربع اشكال دول، وهكذا هنبدأ ناخد كل جزء وبالراحة مع بعض نعد ونكتب ونميز. هنا عايز نعد ونكتب الرقم بالحروف، هو في الشتات عايز يأكد ان احنا نحفظ الارقام كلها بحروفها. فهنا عندي كام غزالة؟ 1 2 3 4 5، فهنكتب 5 رقم، لا مش الخمسة اللي هي بالحروف اللي هي الخاء والميم والسين والتاء المربوطة. تعالوا نشوف الشيت والنوع اللي بعده. هنا عايز يطور عندنا مهارات القراءة، فمحتاج ان انا اقرأ وارسم واشوف المطلوب. فهنا بيقول لي القطة لها ذيل واحد، القطة لها ذيل واحد، وجايب لي قطة من غير ديل، فالمفروض ان انا هعمل ايه؟ هرسم الديل بتاع القطة. طبعا ديل كده شكله ايه؟ مش ديل خالص يعني. طيب المنضدة ليها اربعة ارجل، فالمحتاجة ان انا ارسم ايه؟ اربعة ارجل للايه؟ للمنضدة، وبيبقى فيه رجل كده ايه؟ لورا. تمام؟ طيب لو عشان نبين الرجل هي بتبقى واحدة ايه؟ طويلة كده اللي هي القدامانية، واللي ورا بتبقى ايه؟ قصيرة كده. خلاص يبقى انا كده ايه؟ المنضدة ليها ايه؟ اربعة ارجل. طيب الدراجة لها 2 من العجلات، فالمفروض ترسم الايه؟ العجلات. يبقى الشيت ده الغرض منه ننمي القراءة ونبدأ نرسم. وهناخد بالنا في السنغافوري بيتعامل مش رياضيات، بينمي مهارات. هتلاقي ايه اللي دخل لنا الرسم في الكلام لا احنا بننمي مهارات، وما نحاولش نقارن الشغل اللي احنا بناخده في المنهج السنغافوري بالرياضيات اللي احنا عرفناها قبل كده. هما بيتبعوا نظام ان انا بعلم رياضة مع فهم مع تنمية مهارات، يعني بيدخلوا لنا تفكير الناقد. لو جينا شوفنا الكريتيكال ثينكينج او التفكير الناقد اللي اخدناه في اكتشف، هتلاقيه موجود في الشغل ده او في المنهج ده، فهو بيعتمد على مهارات جديدة في الشغل، فما نستغربش من الحاجات اللي هو جايبها لنا. خلاص انا بشتغل بالراحة وحاجات ربما تكونوا انتوا عارفينها وقدرين تشتغلوها، بس الفكرة ان احنا نقدر نوصل للطفل الشيت عايز مننا ايه ويحله ازاي. هنا معايا الاشكال دي بالنسبة للقلوب كام واحد. الشيت ده بينمي ان انا خلاص الطفل عرف الشكل بالعدد والرقم، يعني انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 8، شكلها ايه هنا؟ اللي هي الشكل ده. تمام، وهكذا كل عدد اشكال من دول قدامهم كلمة فيها اسم العدد ومفروض هو يختار النوع ده من الشتات. عايز نوصل الرقم باسمه، ودي سهلة جدا، وده رقم 8 وهيتوصل ب8. نيجي نشوف كده خلصنا. اخر حاجة معايا هي ان احنا هنرسم العدد بس بطلب معين. هو عايز نرسم 3 تفاحات، فنقوم رسمين تفاحة جميلة كده ونقوم مطلعين منها الايه الورقة بتاعتها زي ما احنا متعودين. يبقى انا عامل ايه؟ 3 تفاحات، 5 6 كرات، 8 سمكات. المهم وانت بترسم تبدأ ايه تعد علشان ما نتلخبطش. تعالى بقى نشوف المقارنة. احنا اتفقنا ان من الحاجات اللي احنا هناخدها النهاردة ان احنا هنقارن حاجات مع بعض، وبعد ما اخدنا الارقام من 1 إلى 10 وعرفنا الصفر وعرفنا الفرق ما بين الرقم وما بين العدد وقدرنا نكتبه كويس،
عايز بعد كده يفهم ازاي بقارن. مش انت خدت بالك ان كل ما بنطلع كل ما بنزود الارقام وكل ما بنزود العدد بيحصل ايه؟ بيحصل زيادة في العدد الرقم ككل، كل ما بنزود العدد الرقم بيزيد قيمته. طيب هو عايز يقول لك ايه؟ قيمة الرقم ده كام؟ قيمته 4، وهنا كام؟ 4. اذا لما هما بيتساووا فبنقول دي مجموعتين متساويتين، تمام، يعني بنحط علامة التساوي ما بينهم. طيب اما لو المجموعة اللي معاك دي فيها حاجة اقل، فزي ما كنا بنقول بنفتح بق الاشارة دي ناحية العدد الكبير عشان تاكله، فهي هتروح تاكل المجموعة الكبيرة. طب انا عرفت منين ان المجموعة دي كبيرة؟ هتيجي نعد. هنا عندي 1 2 3، لكن هنا 1 2 3 4. تمام، انا شايف ان الاعداد هنا كبيرة لكن هنا قليلة، وهكذا هنبدأ نشتغل. خد بالك بقى، انا هدخل في حاجة اسمها اكبر من واصغر من بس بطريقة تانية. ايه هي؟ جايب لي رقمين وعايز اقارن ما بينهم، مين اللي بيجي الاول، الستة ولا التمانية؟ لا، انا بقول 1 2 3 4 5 6 وبعد كده 7 و8. يبقى مين اللي بيجي الاول؟ رقم 6. يبقى 6 ده في عدد اقل من 8، يبقى الرقم 6 ده يبقى ايه؟ هيبقى اصغر من الرقم 8، ورقم 8 هو اللي هيبقى اكبر من رقم 6. فهمت؟ ده سهل خالص، انا ما كنتش واخد بالي ان انا ازاي اجيبها. يبقى انا باجي اشوف مين اللي اتنطق الاول، واتنطق الاول ده احنا اتفقنا ان هو موجود في الجدول ده، اللي بتنطق الاول هو قيمته اقل، اللي بتنطق الاول هو اللي قيمته اقل. يبقى انت هتاخد بالك بعد كده وانت بتشتغل ان اختار الاكبر والاصغر على حسب اللي اتنطق الاول. تعال بقى نكمل، عندي 9 و10. ها، مين اللي اتنطق الاول؟ اتنطق 9، اذا 9 كانت اصغر من 10. و4 و1، مين اللي اتنطق؟ اتنطق الاول 1، انا بقول 1، يبقى 1 ايه، اكبر ولا اصغر؟ لا، الاكبر هو مين؟ 4، علشان هي اتنطقت. هنا بقى عايزنا نكتب كلمة اكبر واصغر. اتفقنا في الاول الفيديو ان انا محتاج يبقى عندي مهارة ان انا اكتب الرقم بالحروف وبالارقام واعرف قيمته. عندي عدد اقدر احدد القيمة بتاعته واقدر اكتب اسمه، فاحنا بنشتغل على كده طول الفيديو. تاني حاجة، محتاجة اقارن ما بين الكميات وبعضها، اكتب اكتر واقل، ودي اول حاجة هنبدأ ناخد فيها في المقارنة. احنا هنخش بعد كده في انواع تانية من المقارنة، خليكم معايا وفايقين علشان هنبدأ نكتب مين الاكبر ومين الاقل. انا لو جيت عديت هنا جيت لقيت الاشكال دي كام واحد، لقيتهم 6، والستة اما الاشكال دي كانوا كام؟ كانوا 4. طيب دول بقى اكتر ولا اقل من دول؟ طبعا الستة اتنطقت بعد 4، يبقى الستة ايه، اكبر ولا اصغر؟ الستة اكبر من مين؟ من 4. تمام، لو جينا شفنا الاسطوانات دي فانا عندي 1 2 3 4 5، دول كام؟ 5. اما دول 1 2 3، مين اللي اتنطق الاول يا حلوين؟ اللي اتنطق الاول 3، يبقى 3 هي الايه، هي الاكبر ولا الاصغر؟ لا، اتنطقت الاول يعني جاية من فوق فهي الاصغر، يبقى دي اكبر ولا اصغر؟ يبقى دي اكبر من. تعال نشوف اللي بعد كده، نوع الشداد، عايز يعمل دايرة على الرقم الاصغر. واتفقنا لما يبقى عندي رقمين هنشوف مين اللي اتنطق الاول، وبالتالي هو الرقم الاصغر ولا الاكبر؟ لا، هو اتنطق الاول يعني هو لسه فوق فالرقم الاصغر.
يبقى عندي ستة وعندي تمانية. أهم حاجة نبقى عارفين شكل الرقم واسمه عشان لما ننطق، احنا شطار وحافظين كلنا الأرقام من 1 لـ10، بس احنا لما كشطار وحافظين لازم نعرف شكلها، نعرف لما نبص ان ده رقم 6 ونبص نعرف ان ده رقم 8. ومن شطارتنا الأكبر بعد ما هنعرف ان دول رقم 6 ورقم 8 هتقولولي لا ده الستة اتنطقت الأول، هي اذا الرقم الأصغر. وهنا 2 و5، انا عارف ان ده شكله 2 وده شكله 5، يبقى الاتنين اللي اتنطقت الأول فاذا هي الرقم الايه الأصغر. في الشيت اللي بعده عايزنا نلون العدد الأكبر. طيب العدد الأكبر هو اللي اتنطق الأول ولا بعدي؟ لا اتنطق الآخر. فأنا عندي 6 و8، اللي اتنطق الأول مين يا بطل؟ اللي اتنطق الأول 6، يبقى هي الأصغر، بس أنا عايزة ألون العدد الأكبر، يبقى أنا هلون على مين؟ على 8. خلاص. وعندي هنا 5 و2، اللي اتنطق الأول هو 2، إذن هو العدد الأصغر وأنا عايزة ألون 5. إذن فكرة حل المسائل كلها لازم نتعلم الأرقام بالحروف ونعرف قيمتها ونعرف شكلها عشان نعرف نحل بكل سهولة. من المقارنة هيجي لنا حاجة اسمها السابق والتالي، ومعظم الولاد بيغلطوا فيها، بس بعد ما عرفنا ان اللي بينطق الاول هو الصغير واللي بيتنطق بعديه هو الكبير، فانا ما بقاش عندي مشكلة. ليه؟ لان الصغير ده انا خدت منه 1 علشان يبقى هو اصغر منين؟ من اللي قبله. لما جينا شوفنا الجدول الاولاني خالص فاحنا لقيناه عبارة عن ايه؟ عبارة عن سلم كده، كل شوية بيزيد دايرة بيزيد دايرة. يعني انا عندي هنا 1 قيمته عبارة عن ايه؟ عن دايرة واحدة. خلاص. لو جينا شوفنا 2 هنلاقيها عبارة عن دايرتين. اذا انا عملت ايه؟ انا فهمت كده، يبقى انا لما بزود 1 فده بقى ايه؟ الاكبر منه، فهو اللي بيجي تليه، بيتليه يعني بيجي بعده. اما اللي بيبقى الاول ده الصغير اللي سبق مين؟ سبق الكبير في النطق، يبقى انا نطقته الاول، يبقى انا سبقته وجيت قبله. يبقى الصغير دون اللي هو السابق اللي بيجي الاول، اللي بيتنطق الاول، اللي احنا قلنا عليه في ايه؟ اصغر من. اما التالي فهو اكبر بواحد وبيجي بعد الرقم وبيبقى اكبر منه. شفنا المواضيع كلها متوصلة ببعض ازاي؟ لسه خليكم معايا، هنخش في نوع تاني من الشتات كلها آية مبنية على فكرة المقارنة، ما تمشوش خليكم معايا. إذن 4 هي أكبر من 3 بمقدار 1، ويبقى 4 هي التالي لـ3، و3 أقل من 4 بمقدار 1، و3 هي السابق لـ4. جميل. تعالوا بقى نخش على الفكرة التالتة واللي هي الترتيب التصاعدي والتنازلي. طب انا دخلت في ده ازاي؟ مش احنا كنا بنتكلم في اللي قبل كده في السابق والتالي ان انا بزود 1، وانا كل ما بزود 1 بطلع والعدد قيمته بتزيد، يعني انا بطلع على السلم فتصاعدي، يبقى 1 2 3. يبقى انا لما قلتلك في اول الفيديو لازم تمسك نشاط وتعمل الجدول وتكتب لي كل رقم قيمته قد ايه، كان لازم تعرف انه مهم جدا علشان مبني عليه كل الفيديو، وهيعرفنا كل المفاهيم اللي كانت ممكن تلخبطنا قبل كده في السنين اللي فاتت، بس احنا كبرنا وبدأنا نفهم ايه هي الفكرة. اما الترتيب التنازلي انا خلاص عرفت ليه هي كده، مش انا اخدت 1 وزودته وكان اكبر وكان هو التالي فكنت بعمل تصاعدي، اما بالعكس لو اخدت 1 ونقصته فانا بعمل تنازلي. يبقى 10 لو اخدت منها 1 هتبقى 9، لو اخدت منها 1 هتبقى 8، وهكذا. عرفنا الفكرة كلها مرتبطة ببعض ازاي؟ طيب جميل جدا.
هنعمل الباترن ده. وايه يعني باترن؟ اللي هو النمط بقى، اللي هو التسلسل النمط اللي احنا اتكلمنا عليه في اول الفيديو، وهو انك تعرف انهي واحدة ترتيب تصاعدي وانهي واحدة ترتيب تنازلي، على حسب هي الارقام بتزيد واحد لاكبر ولا بناخدها واحد اصغر. اعتقد الموضوع ده بقى سهل وكله هنلاقيه مبني على بعضه. تعالوا نشوف نحل النوع ده ازاي. انا عندي 3 ارقام قريبين من بعض او ورا بعض، وعلشان نحل ده ونفهم كويس ازاي نحله يا اطفال يا شطار، انا محتاج ان انا ادور على الارقام اللي ورا بعضها. فانا لو عرفت من الارقام اللي ورا بعضها هو زود ولا نقص واحد، هقدر اعرف هو الترتيب ده تصاعدي ولا تنازلي. طيب ازاي؟ رقم ده ايه؟ زي ما اتفقنا في الاول، لو عرفنا شكل الرقم واسمه هنعرف نحل واحنا مغمضين. ده رقم 5، عمل ايه؟ بقى 6. يعني عمل ايه؟ يعني زود. زود يعني بيطلع، يعني عمل تصاعدي. خلاص عرفت على طول، يبقى ده بعد 7 بعديها 8. طيب الاولاني ده، ما هو ده اللي قبله يعني السابق، يعني اللي اخد منه واحد، واللي قبل الخمسة لما ناخد منها واحد بقت 4. يبقى مصطلحاتنا بنقولها واحنا بنحل: السابق، التصاعدي، الاكبر والاصغر. بعد كده هنلاقي الامور كلها بقت سهلة. يبقى لازم نربط المصطلح الرياضي واحنا بنحل المسائل علشان نتأكد ان احنا فهمنا ونعرف المسألة دي عايزة مننا ايه. فهمنا؟ طيب تعالوا بقى لنوع غريب شوية بس في فكرة، اللي هو ايه؟ مش انت قلتي من شوية ان العدد السابق ده بناخد منه واحد والعدد التالي بنزود واحد، تمام؟ طب التين دي الاكبر منها بمقدار واحد، يعني ايه؟ يعني التالي بتاعها. انا فهمت، بس هو مش راضي يقول لي هات لي التالي للاتنين، فبيقولها لي بطريقه تلخبط. قال لك العدد الاكبر من اتنين بمقدار واحد، هو مين؟ خلاص عرفت، ده هو التلاته اللي هو التالي بتاعه، تمام. والعدد الاكبر من 7 بمقدار واحد، هو قصده ان انا عايز ايه؟ التالي، ها، اللي هو الاكبر في الترتيب التصاعدي. خلاص، ما هو 8، ما انا عرفته. وهكذا، هي دي فكرة السؤال. السؤال بيحاول برضو واحنا بنحل نفهم ان هو عايز يا ترتيب تصاعدي يا ترتيب تنازلي، عايز التالي يا عايز السابق، وهكذا نبدأ نلم المصطلحات واحنا بنحل زي ما اتفقنا. بس الشيت ده قال لك حاجة تانية، قال لك العدد الأقل من 8 بمقدار واحد. هو الأقل ده يعني إيه؟ يعني خدت منه، يعني عايز العدد اللي قبله، يعني العدد السابق، يعني هو عامل نازل لتحت، نازل يعني تنازلي، يعني رقم 7. سهل جدا 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 الفكرة دي. والأقل من 3 هو مين؟ هو الاتنين اللي هي قبلها بواحد. وهكذا تعالوا نشوف النوع اللي بعده. ده هنا بقى النوع ده بيلعب معانا شوية، قال لك العدد الأكبر من مين بمقدار واحد هو 6. هو قصده ايه؟ تعالوا بس بالرياضة كده نفهم الكلام بتاعه اللي هو جيبه لنا. قال لك ان في عدد أكبر من العدد ده بمقدار واحد وهو 6. يعني ايه؟ يعني العدد ده لما نحط عليه واحد هيطلع 6. يعني هو عايز السابق ولا التالي، ولا هو عايز تصاعدي ولا تنازلي؟ ما نتلخبط، ما تتلخبطش. هو عايز العدد الاكبر من ده، ها، وجابهولي، قال لي العدد الاكبر من ده هو الرقم ده، يبقى ده الكبير. يبقى عايز اللي قبله بمقدار ايه؟ واحد. يبقى هو عايز السابق. السابق بتاع ده مين؟ انا خلاص عرفت، اللي هو رقم 5. طيب العدد الأكبر، ها، في عدد هنا هو 10، وأكبر من اللي قبله بكام؟ ها، أكبر من اللي قبله بمقدار واحد، يبقى اللي عايز السابق بتاعه يبقى هو رقم 9. فهمنا؟
خلاص الموضوع بقى سهل جدا. وهنا العدد الأقل من ايه بمقدار 4، اللي هو ايه العدد الأقل من مين بمقدار 1 هو 4، يعني هو في عدد ها وهو أكبر ولا أقل؟ لأ ده هو 4 دي أقل من العدد ده بمقدار ايه؟ بمقدار 1، يبقى هو مين؟ الخمسة هي اللي، لأن هو عايز كده التالي. آخر حاجة معايا هنا بيتكلم عن ايه؟ بيلم اللي احنا خدناه في فكرة بسيطة كده، إن أنا عايز أكتب الرقم وقيمته بالحروف وبس، خلاص الموضوع خلص. شغل بسيط جدا وفي تجميعية للحاجات اللي احنا خدناها. من الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدأ ناخد حاجات اكبر واكبر. ياريت يكون الموضوع اتفهم. اهم حاجة واحنا بنحل نكتب ونجمع كل الافكار اللي احنا خدناها والمصطلحات الرياضية اللي احنا اتكلمنا فيها تتلم في الحل واحنا بنحل، عشان احنا يثبت في دماغنا الكلام فنقدر نحل بعد كده لما نسمع المصطلح ما نطلع نتلخبطش فيه. لو عجبكم الفيديو شير ولايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.